سيد الوزير الأول، سيد الرئيس، سيد الوزير الأول، أعضاء الحكومة، زملاء النواب، أسرة الإعلام، السلام عليكم. أزول فلاون، اليوم سيد الوزير الأول جاب لنا برنامج السياسة، بيان السياسة العامة للحكومة، لكن اليوم نقول نفضل أني نتكلم معاه على بيان السياسة العامة للشعب يكون أفضل. لكن الشعب هذا لازم نتفقه، يكون نفس الشعب اللي نتكلم عليه أنا هو نفس الشعب اللي نتكلم عليه أنت، باش نكونوا مع بعض ما بك في خريطة واحدة. أنا وجبهة المستقبل، لأني ممثل جبهة المستقبل، نقولوا أولا على بيان السياسة العامة هذا أنه جاء خرق صارخ للدستور. المادة 98 هي واضحة، تقول لك كبيري بعد ما تدير برنامج الحكومة تجي تقدمه لنا هنا في البرلمان، بعد مرور سنة تجيب تقول لنا الحصيلة وتقول لنا تجيب لنا بيان السياسة العامة. لكن لما تجيب لي أنت سنة 2014 ولا تجيب لي إنجازات من سنة 1999، نقول لك عذرا قادر تقولها في مكان واحد آخر، بيان السياسة العامة ماهوش مكانها. كذلك لما تكلم لي على إنجازات عظيمة ما ننكرهاش، لكن فقط راح نقول لك هل هذه الإنجازات العظيمة والكبيرة، الأموال اللي تصرف طائلة عليها، هل هذا سؤال موجه ليك؟ هل نفسها؟ هل تقاربها؟ هل توازيها؟ هذا هو سؤالنا اللي راه مطروح. وكذلك نحب نرجع لك نفس البيان ونقول لك البيان تاعك راهو يفتقر إلى المصداقية. علاه؟ من الأرقام تاعو غير واضحة. شريك لما تبدأنا، ملي تبدأنا وأنت تقولنا قاربت، التي قاربت 300 مليار لأكثر من 200 مشروع، فاقت 400 مليار، حوالي 41 ولاية، يعني ما عندك حتى حاجة محددها، ما عندك حتى حاجة في البيان هذا قادر تضبطها لنا. وكل قاربت حوالي أكثر من 200، يعني شحال نقدر نقول 300 500 1000 مليار، شحال أكثر من 200؟ 201 قول لي، 202. لذلك انا نقول لك بيانك مشكوك فيه، وكل الاحصاءات اللي مديتها هنا مشكوك فيها للاسف، لانك ما قدرتش تحددها. كما قلت كنتكلموا على شعب واحد، نحب نقول لك السيد الوزير الاول انه الشعب ماهوش فرحان، وذوك نعطيك عليه ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لما تزاد معدلات البطاله، الشعب يكون ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لما تكون القدره الشرائيه ضعيفه، ولما الراتب تاعه اللي تكلمنا عليه من قبل، مش الراتب تاعي ولا تاعك، الراتب تاع الشعب بالزوالي اللي من بين 500,000 و18,100 و12,100، وتكلمنا وتحدثنا كش ما تكون زيادات والسنينة، ولكن ما كانش. لما الراتب تاعه ما يكفيش باش يعيش ويمارس الحياة اليومية تاعه العادية، الشعب ماهوش فرحان لما الصحة تكون مريضة، الصحة وتكون مريضة، لما كل الشخصيات الوطنية تخرج تداوي في الخارج، لكن المواطن البسيط يقعد هنا. وما نقولوش بغينا نكذبوا على أرواحنا، لأنه بزاف من الشخصيات راه يموتوا ويجيبوا الجثمان تاعها من الخارج. لما الصحة نقولوا راهي مريضة، لما نلقاو هذه الأمراض هذه بوحمرون اللي تجاوزها الزمن والكوليرا، ومازال ربي عافينا من بعض الأمراض الأخرى اللي نتمناو أنها ما تسرناش. الشعب ماهوش فرحان لما مجلس المحاسبة يجي قدام النواب ويقول كاين خروقات كاين تجاوزات، ولكن ما تكون حتى محاسبة. هنا الشعب يكون ماهوش فرحان. نعم يكون ماهوش فرحان لما وزيرة الاتصال توقف وتقول أنا نصدروا الإنترنت للخارج، أي تصدر للخارج، وكاين بعض البلديات وبعض القرى والمشاتل اللي راهي معزوله تماما، ما عندهمش كيفاش يتصلوا ببعضهم، ما عندهمش ولا متعامل. هنا الشعب يكون ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لما وزيره تروض وتمنع الصلاه في المدارس، رغم انه الرسول عليه الصلاه والسلام قال علموهم على 7 وضربوهم على 10، وقانون يحمي يقول في كل مدرسه لازم تكون مصلى. هنا الشعب يكون ماهوش فرحان. نزيد لك الشعب لا ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان للحق ما عادش غير المواطن الزوالي اللي ماهوش قادر يروح، لا حتى الانسان الطبيب والقاري والفاهم يحرق بالفيزا، انه عاد يشوف ما كانش امل في البلاد. هنا الشعب يكون ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لما الدينار تاعو كل يوم يتهاوى بسبب السياسه اللي راكم تديروا فيها، راكم تطبعوا، ما عندناش شحال طبعتوا ولا قداه مزلتوا تطبعوا ولا الوقتها تحبسوا الطبيعه. هذا الشعب هذا راح يكون ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لما لا يلقى ذوي الاحتياجات الخاصه، يلقاهم ميتين، يلقى الارامل والمطلقات اموالهم ما تكفيهمش حتى باش يعقبوا اليوم تاعهم. لكن رغم الشيء هذا نقول لك الشعب ماهوش فرحان كذلك لما تسويت وضعيه الشباب ازياء الخدمه الوطنيه ما كانش، خليتوهم 30 سنه ومربوطين. انا فقط نحب نقول رغم الشيء هذا انه الشعب ماهوش فرحان، لكن مازال يحلم. نعم سيد الرئيس مازال يحلم، انا وجبهه المستقبل والشعب كل مازلنا نحلموا باش نبنيو دوله قويه، نحلموا الحكومه تستجيب لانشغالات وطموحاتنا، نحلموا الشفافيه والمصداقيه ويرجعوا الثقه بينكم وبين المسؤول وبين الشعب، نحلموا بصحافه واعلام ما يخافش ينقل الحقائق كما هي بلا ما يخاف، نحلموا بعودة العداله الاجتماعيه، نحلموا بعودة الامان. هذا هو الشيء اللي انا نحلم به. فقط حاجه نحب نقولها لكم، كل الانجازات تاعكم العظيمه والله العظيم ما تساويش دمعه تاع ام لما تلقى ولدها في 40 سنه وما تزوجش، اللي ما عندوش سكان وما عندوش خدمه، ما تساويش دمعه تاعها وهي تبكي تقول لكم جيبوا لي الجثمان تاع ولدي.
شكرا للسيدة بسمة.